هنتعامل معاها بالصبر الاستراتيجي والافكار، ولكن ابدا مش هنخش انت تعمل بيان راح انا مطلع لك بيان، مش ده اللي بيعملوه؟ انت تروح عامل لي طارد لي سفير راح انا بطارد لك سفير، مش ده اللي بيعملوه؟ لا احنا مش هنعمل كده خالص. وبالتالي احنا هنعيد بناء السياسه المصريه على ثوابت هي مش ادبيات السياسه القديمه، الرياده والقياده والكلام اللي بتحبوا تقولوه كلكم، لا انت بتمارس سياسه السياسه سياسه تعاون وتشارك مع الاخرين. هتقول لي انت الكلام ده كلام مثالي، هقول لك والله النتائج قدامك. هقول لك يا احمد نتائج قدامك. هل احنا اكتسبنا ثقه الاخرين اللي كده واللي كده؟ في ثقه وفي احترام شديد جدا فينا، رغم ان احنا قدراتنا كمكانه مش بال يعني مش دول متقدمه اقتصاديا وعندها مقدرات، لا احنا ظروفنا صعبه جدا. ف ده كان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ومش بس كده، وكان اعاده بناء الانطباع. اعاده بناء الانطباع عن الدوله المصريه دي، اي كلمه بقولها لكم هنا يا جماعه عنوان، العنوان ده تحول لخطط وسياسات اتنفذت. عايز ابني انطباع عن الداخليه، الاقي عربيه مكسره في الشارع، الاقي فرد امن قاعد على الرصيف، انا بقول كلام مظبوط يعني، الاقي فرد امن مركزي قاعد على الرصيف، وانا كنت الكلام ده لما اتكلم بالتليفون يستغربون، اخلي وزاره الداخليه في محمد فحمود تاني؟ مش كده؟ ده في 2013 ولا كده، قلت كان محمد ابراهيم، قلت له نبني لك وزاره في الاكاديميه، انت ما تبقاش موجود في وسط البلد. اللي اتعمل في مصر في 2011 ده عمل لابد تتخذ منه الدروس والعبر، وتتحول كل الاجراءات اللي اتعملت ضد الدوله الى اجراءات مضاده ما تتكررش معاها تاني. يعني انا انزل احاصر مجلس الوزراء، واحاصر البرلمان، واحاصر المحكمه الدستوريه، وانا كنت امبارح بكلمكم بقول لكم ان اللي كانوا بينزلوا الاشرار كانوا بينزلوهم ب 20 جنيه وشريط ترامادول. انا كنت مدير الاستخبارات، انا كنت مدير الاستخبارات وشايف كل حاجه بتتعمل في البلد يا محمد، كنت شايف بيعملوا ايه في البلد. انت بقى في التلفزيون تشوف ايه؟ تشوف مظاهره فيها 50,000 70,000، راي عام الناس رافضه، خدت بالك؟